التنسيقي في بيانه الأخير تحدث عن ضرورة أن يكون هناك رفع للأموال وحجز رفع الحجز عن الأموال وبالتالي تطلق مستحقات الجانب الإيراني، لكن بالمقابل لماذا لا يتحدث الإطار التنسيقي مع الجانب الإيراني بحكم العمق الاستراتيجي أنه يا جانب إيران أعطونا فرصة على الأقل نتجاوز شهر تموز وشهر آب وبعدها اقطع الغاز، شنو اللي تريد تسوي تسوي ظل هذه المعادلة الموجودة الآن أنه طهران في توقيت محدد في تموز تضغط على العراق من أجل الحصول على الأموال. الأزمة الآن اللي مر بها العراق هي أزمة الكهرباء، خلي نحكيها من باب سياسي لا نتحدث بها منه قضية خدمية، لا هي سياسية، لا الموضوع موضوع يعني مو اليوم إجا بحكومة السوداني ولا إجا بحكومة الإطار مثل ما الضيف تحدث أستاذ سيف ويتهم الحكومة بأنه هنالك تواطئ لربما من الإطار والإطار إجا من المحاصصة وبالتالي أكو لربما ما عدل الموازنة ما بين حكومة إيران وصادرات الغاز للعراق وما بين تطلب إيران وما الاتفاقية الأخيرة اللي وقعوها جماعة النفط والغاز اللجان. أولا الجمهورية الإسلامية الإيرانية نزلت وخفضت من يعني سعر لربما الغاز يختلف عن كل أسعار العالم، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا خفضت من الطلب مالها اللي هو 13.5 ووقعوا تقريبا ما يقارب 1.5 مليار، وأي مبالغ ما مستلمين الإيرانيين منذ التصدير إلى يومنا هذا، أنطوا أكثر من مهلة طبعا، وصار اتفاق أخير أن تحول هذه الأموال عن مصرف التي بي آي إلى مسقط يعني إلى اليوم دولة عمان، لكن هذا ما صار طبعا. الأموال كلها اللي مبيعات النفط يعني خلي الشعب العراقي يعرف اليوم القضية، كل الأموال هي بيد أمريكا. الإطار التنسيقي لما نجتمع مع اللجان ومع السيد الوزير ومع الخبراء وصل إلى حل، الحل الأول والأخير أنه إحنا إذا ضغطنا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعطتنا اليوم مهلة يردون ضمانات بالتالي، أنا اليوم أنا أنطيك غاز أنت ليش ما تنطيني اليوم أموالي، أنت إذا تودع الأموال بالتي بي آي والتي بي آي مشكل عليه عقوبات باعتبار أنا داخل ضمن الدول اللي معاقبة من قبل أمريكا، فبالتالي أنا ما عندي ذنب بهذه القضية، القضية لا تخص الإيرانيين وليس دفاعا عن الجمهورية أبدا، الموضوع موضوع عراقي، بالتالي قضية ضغط سياسي أمريكي على الإطار وعلى إدارة الدولة.